السلام عليكم. اليوم غنتحدثوا على السماوي والطرق ديالو ديال النصب. السماوي كيتعتبر من اخطر واحد الطرق النصب، والاخطر من هادشي هو كاينين الناس ما كيامنوش به، في حين كاينين الناس تنصب عليهم ومشالهم رزقهم. واش هادشي بصح؟ هادشي اللي غيخلينا نعرفوا الحقيقه على لسان شخص عنده درايه بالمجال واللي رفض انه يبان معنا بوجه مكشوف. اولا، السماوي بزاف الناس كيعرفوه راه هو النصب اللي كينصبوا عليه على الناس بواحد الطريقه اللي غير شرعيه اللي تعاقب عليها القانون، والسماوي هو كيخدموا بطريقه شيطانيه. هادشي ما كانش كافي، حاولنا اننا نتعمقوا معاه اكثر في هذا الموضوع، وسولنا على شنو هما الشروط باش تولي واحد من اصحاب السماوي، ولكن رفض يكشف لينا على الحقائق، وفي الاخير قنعناه باش يعطينا معلومات سطحيه. بالنسبه للشروط ديال السماوي، دوك الناس اللي كيبغيو يستعملوا هادشي راه كيمشيو لبعض الزوايا اللي كاينه هنايا كاين في البلاد، وكيبقاو فهمتيني كاينين بعض التلاميذ وبعض الاسماء وكيبقاو كيديروا الخلوه ديالهم. وبالنسبه لسميتو الطريقه اللي كتبغي تخرج بها الجين، كاينين بعض العزائم، بعض العزائم بلا ما نذكروا داك الاسماء ديالها، تيخرج لك الشيطان وكيعطيك الطريقه باش غادي يخدم معاك. مثلا كتذبح شي ذبيحه من غير الله سبحانه وتعالى، كتسمي بها ابليس، العياذ بالله، كتذكر فيها ابليس، كتبغي تذبح وكتقول العياذ بالله باسم ابليس كذا وكذا، كنقدم لك هذا القربان الى اخره، كيولي هو كيلبي لك الرغبه ديالك بطرق فوالا. ديك الساعه كتدخل انت داك الكفر، كيبقى كيخدم هو معاك واقف هادشي ديال السماوي كذا 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 الى اخره، وكيعطيك مثلا بعض الشروط، مثلا تيقول لك تمشي القران كدير به بعض المسائل، كتدخلوا للطواليت كذا الى اخره، وكيعطيك هو الصلاه، كيعطيك مثلا وكاين بعض الصلوات الشيطانيه العيد بالله، بلا دوك الناس اللي كيبغيو يديروا هادشي راه تيعطيهم بعض الصلاه انه جوج انه جوج خطرات في النهار، كيعطي بعض الايات ديالو ديال ابليس اللاعين صافي الى اخره، حتى كيولي هو كيخدم معك في هذا الشيء. ما كاينش شي طريقه شرعيه اللي كتخدم بها هذا النصب ولا هذا السماوي. هذا هاد الزاويات هذوك راهم معروفين، وكاينين بزاف ديال الشروط، او كيمارس الجنس مع الاخت ديالو. من بعد سولنا على كيفاش كيتم النصب وانواع الطرق اللي كيستغلوها محترفي هذا المجال باش يديو للناس رزقهم. الطريقه ديال النصب هي كاينين جوج، ديال الطرق ديال السماوي. كاين واحد النوع اللي كيجي واحد الشخص وتيقول له فلان راه عنده الذهب او عنده الفلوس مخبعهم في الدار، وتيعطيه الاسم ديالو وتيعطيه المواصفات ديالو وفين كيخدم وفين كذا. اللي كيجيو صحاب السماوي كيجيو عندك مقصدين ليش يعني شي قهوه او في شي مكان عمومي او في شي كذا، تيكيقفوا عليك السلام السلام فلان هو هذا فلان اسم الام فاش كتخدم هكذا كذا، انت كتصيغ داك الانسان ديك الساعه هو تما كيخدم شغله. اون فوا يسلم عليك غير باللي باليد رقد الله الغارات، كتمشي انت للدار كتجيب دوك الفلوس او كتجيب الذهيبه ديالك، كدوزها واحد 10 دقائق صافي، بحال كتكون بحال يكون انت غير كتحلم. وهي وكاينه واحد الطريقه عاود كاينه واحد الطريقه اللي كيجي عندك السلام خويا بغيت نسولك على واحد الشريع، الا سلمتي عليه غير من اليد اوتوماتيكمون صافي ترى داك هذاك اللي عندك. اش هو كتلقاه هو مخدم مع الشيطان العياذ بالله، مخدم مع الشيطان ومخدم مع الجين صافي. تنسى بحال قلتي كيكوانتي، كتبقى انت داك غير كتشوف بحال راك تحلم، وهو كيولي انت الدماغ ديالك هو كيتحكم لك فيه. مثلا كيقول لك سير جيب الذهيبه اللي راه عندك، او سير تيري من الكارتي كيشي، او سير جيب لي الشيك، او جيب لي الوراق ديال الدار، حتى كتقلبهم عليه صافي. هو عنده داك واحد الفتره اللي راه كي يدير لك دوك الطلاميص، حتى اللي كتصحى كتقول ويلي انا شنو درت، هذيك هو راه قدا المفعول ديالو فيك. والاكثريه باش كيتنصبوا الناس في السماوي هي باسم الام. مثلا كاين بعد اللي كيقولوا هما فقهاء وما طلاب صحاب السماوي، كيجي كيسلم عليك كيقول السلام خويا لاباس انت هو فلان، لا باش مثلا بحال كيسميك واش هو سعيد، لا باش انا هو سعيد، واش امك يا فاطمه، لا امي سميتها خديجه. ديك الساعه هو لان القرين ديالك، كيهضر لك هو داك مع القرين ديالك، لان القرين كيخدم باسم الام، اللي كيقول لك واش انت هو ولد فاطمه كتقول انا هو ولد فاطمه، كيهضر لك هذاك مع القرين ديالك
كيدير لك بعض الطرق غير شرعيه كيتلمسك كيولي كيتحكم فيك صافي بحال شي طوموبيل شديتي لا الفولون ديالها وانت غادي بها صافي راك حافظه بحال صافي ديك الطوموبيل ديالك راك حافظه غادي بها هو بيسيني كيقيديك هو كيقيديك صافي كتمشي للدار كتجيب داكشي اللي عندك صافي انت كتدخل للدار كتزلي عندك صافي باك وما كيشوفوك ما كيدو ما كيجيبو علاش راك انت راك مطلم صرا غادي معاك ابليس الشيء اللي واقع لك صافي هو داك بحال يعطيك كاين شي مسكين بحال هكا شي مخدر غادي مخدر بحال شي روبو كتدخل للدار كتهز داكشي اللي عندك او كتمشي للبنكه كتسيري الفلوس وكتجيب ملو كتعطيهم ليدي حتى كيبعد عليك بواحد كما قلنا بواحد 20 دقيقه او بواحد ساعه هاد كتواقد انت صافي كتبقى هذاك عاقل عليه بالسيفه ديالو ولكن كتبقى صافي ما عندك ما دير هو مشى صافي مشى ينصب هنايا ومشى ينصب هنايا هذا هو السماوي كاين واحد النوع اللي كيجي كيقول لك خويا عافاك اسمح لي نسولك ها خويا خويا بغيت الصرف ديال هاد 100 درهم او ديال 20 درهم كتقول له انت ها باش المشكل كيعطيك ديك ال 20 درهم او ديك ديك 100 درهم كتصدق انت عاطي داكشي كامل عندك في الجيب شحال ما كان عندك في الجيب كتعطيه له صافي كاينين الطرق بزاف ديال السماوي من بعد كاع هاد المعطيات سولنا على الناس اللي معرضين اكثر للنصب عن طريق السماوي وشنو هو السر اكثريه الناس اللي معرضين بزاف النصب هما النساء النساء بزاف اصلا هما اكيد تيقوا بزاف النساء والاكثريه الناس اللي كتلقاها ما كتصليش ما تيقاش بالله سبحانه وتعالى ما كيكونوش محصنين مثلا ما كيكونش مضي تيخرج من الدار كيكون ما محيد لا وضوء الاكبر ولا حتى شي حاجه كتلقى الشيطان اصلا هو داك راه ساكنه هذا كتلقى عنده داك فريسه سهله صافي الشيطان راه تيبين ليه داك الانسان صافي هو كيكون مع الشيطان تيعطيه الضحايا ديالو تيقول له داك الانسان سير عنده داك راه ساهل راه ما تيصلي ما حتى شي حاجه ما محصن ما والو صافي كيجي عندك انت اصلا كيزرب عليك بالزربه السلام لاباس بخير الدنيا هذا طاطاشي طاطاشي كيبقى كيهضر معاك انت كتولي داك مهلوس كتمشي كتجيب له داكشي كامل اللي عندك اي غير واحد الجاره مؤخرا عاد انصبوا عليها في الصباح ديال رمضان كانت خارجه تمشي للخدمه تعرضوا لها شي ناس بواحد السياره قالوا لها السلام لاباس اختي بغينا نسولك على واحد الانسان كيسكن هنايا قالت لهم اها مرحبا هي ما حساتش براسها كاع ما سلموا عليها ما حتى شي حاجه هو داك غير بدا كيهضر معها شاف فيها قالت له اها انا جايه مشات للدار كاس جمع كي اشي بركه و واخا ديك الفلوس شنو نقول لك كتخدم هي كتخدم في واحد السوسيتي ديال الخياطه وعلى ما قالوا الناس بان شتات كاي شي دارت واحد واحد المقدار الله اعلم كان شي 2 مليون ونص وزدت شي حاجه حتى ديال اختها اللي قالوا مالين الدار ديالها المهم جابت لهم دوك الفلوس كامله بقات جالسه حداهم مشاو بالطوموبيل ديالهم جا الترونسبور ديال السوسيتي دخلت للشركه بقات كتغوت ياك لاباس بخير طاطا شي قالت لهم اشنو وقع فعلا هبطوا للدار لقاو الفلوس ما كاينينش خدموا الكاميرات لقاو بين هذيك الطوموبيل اللي كانت كتهضر معاها جابت لهم شي حاجه عطاتها لهم ومشات ديك الطوموبيل وكيف ما سمعتوا الجن عنده دور كبير في العمليه اللي كيقوموا بها عصابات السماوي وبغينا نعرفوا شنو المقابل ديال هذه الخدمه اللي كيقدمها الجن لهاد الناس هاد الجن المارد ولا الشيطان المارد اللي تيخدم مع الناس ديال السماوي شنو نقول لك ضروري عنده داك مقابل كيجيبوا له الذبيحات تيذبحوهم في السادات اللي راهم معروفين والاكثريه ما تيذبحوهمش كيقجوهم يعني ما كيديروهمش الطريقه ديال النحر اللي هي اسلاميه لا ما يقدروش يديروا داكشي صافي كيسمي داك الجن اللي عنده اللي نسمع كاينين اسماء وكاينين طلاسم كاين اسماء وطلاسم هادشي داك راه معروف لا هو تيذبح ولكن الاكثريه كيقجو كيجيفه كيجف الاسم ديال الشيء اي صافي كيجي راك عارف حنا اللهم لك الحمد الطريقه الشرعيه راه باينه بسم الله كذا كذا هو لما ما تيقولش بسم الله لا تيقول بسم كذا وكذا كيسمي داك الجني او داك الخادم اللي تيخدمو هو تيسمي له بالاسم ديالو باسم الخادم الذي يخدمني كذا وكذا واسمه هو كذا وكذا الى اخره كهديه فوالا وهذيك كتوزع لان هذيك الضحيه تيوزعوا غير بيناتهم على من
غير بيناتهم داك الجروب كيكونوا بهم باربعة او بستة او بجوج تدوا داك الضحية غير بيناتهم صافي هادشي اللي كاين. اه هي النهار اللي ما كيبغيش يخدم لك داك الجني او داك الشيطاني هي انت النهار اللي كتوب الله سبحانه وتعالى انت كتفكر تصوب داك لربي سبحانه وتعالى ومشي تسامح مع دوك الناس صافي داك الشيطان راه كيبغي داك الجني كينتقم منك من الاول وسيرتو ما كينتقمش منك انت كينتقم من الاولاد ديالك او مزوجة ديالك تيدير لك اقرب الناس ليك فوالا تيدير لك مشاكل اي تيدير لك مشاكل عائليه وكذا. النصيحه اللي نعطي للناس انايا اي واحد ما تعرفوش وما ارتاحكش ليه داك الخاطر ديالو ما تسلمش عليه اون بليس هضر معاه من بعيد شحب خويا الخاطر وكتدير مع الطريق ما تسلمش عليه كاع ما تعطيهش وقت كاع ما تقيسوش يديه كاع لان اون فوكاس قيسلو يديه كيزرب عليك هذا الشيء داك راه باين وواضح. واش نصحهم عاوتاني يعني بالنسبه للقضيه باش انهم يعني ديما يكونوا محسنين شنو يديروا باش يتحسنوا؟ باش واخا يتعرضوا لهذه النوع هذا ديما يكونوا يعني عندهم واحد الحصانه. الله الله مالك الحمد. حسن المسلم هو الصلاه. الصلاه يعني خصو يكون شاد يعني ديما تكون على وضوء وكتصلي الصلاه ديالك كيا في الوقت ديالها اللهم لك الحمد وكتكون ديما محسن ولا كنتي بغيتي تجهد شي شويه اذكار الصباح اذكار المساء اللهم لك الحمد وشنو نقول لك والعزيمه الربانيه اللي كتحسنك من هادشي كامل هي ايات الكرسي هادشي داك راه معروف. الاخوان ديالي حنا درنا هذا الفيديو هذا باش كنبينوا بان السماوي كاين كننصحوا الناس بان ما يتعرضوش لهذاك النصب لان تنعرف اصدقاء ديالي والناس اللي مقربين عني بزاف تنصب عليهم من طرف السماوي. والله يجزيكم بخير خصكم تحضيو راسكم لان كاين بعض الناس ما تيتيقوش هادشي بان كاين كيقول هادشي غير خرافات لا هادشي داك راه كاين والسماوي كاين بصح راه بزاف ديال الناس تنصب عليهم من طرف هاد الناس ديال السماوي. والسلام عليكم.